امبارح ثبت الممثل اللبناني توني عيسى بزواجه من حبيبته أمونة عيد بحفل حضره أفراد عائلة العروسان وعدد من أصدقاء توني النجوم، بينهم ورد الخال وزوجة الموسيقي باسم رزق، داليدا خليل، جسي عبدو والممثل وسام صباغ. وبالتزامن مع حفل الزفاف ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكتير من الصور والفيديوهات يلي شاركها مجموعة من الحاضرين عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويلي أعاد عدد كبير من المتابعين تداولها عبر السوشيال ميديا وتمنوا حياة زوجية سعيدة لطوني وزوجته. وكانت البداية مع خيه للممثل توني عيسى جون مارك يلي كان الإشبين، ويلي نشر صورة مع توني وأرفقها بتعليق قال فيه مبروك خيي من أعماق قلبي. أما ميراي عيسى فهنت خيا توني بمناسبة دخوله القفص الذهبي ووصفته بعريس الموسم. وبدورة نشرت الممثلة ورد الخال عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورتين من أجواء الحفل، ظهرت بوحدة منهم مع زوجة باسم رزق والعروسين، وصورة تانية هي وطوني وزوجته. وعلقت ورد على الصور وقالت فرحتنا فيكن قد ليلة فرحكن، نجم تزوج قمر، يا رب كل الهنا يا طوني ويا أمون. أما الممثلة جسي عبدو فشاركت المتابعين عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة إلى مع توني وزوجته، وعلقت وقالت ألف مبروك توني بيك وأمونا القمر، إن شاء الله بتتهنوا وكل حياتكم بتكون حب عقبالكم. الممثل وسام صباغ نشر أيضا عبر صفحته الخاصة على تويتر صورة إله مع العروسين وقال ألف مبروك يا غالي، الله يهنيكم وتكون أيامكم كلها حب وسعادة. وبدورة شاركت الممثلة داليدا خليل المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل، ويلي أعاد عدد كبير من المتابعين تداولها. ذكر موقع بصراحة أن الممثل توني عيسى كان تزوج من قبل بتركيا، وبحسب الموقع توني كان أكد مؤخرا أنه بعده عم يعيش قصة حب مع فتاة من الطائفة العلوية يلي تكللت اليوم بالزواج.